أهلا بكم. يقال أن المشهد الثقافي العراقي حاليا يعيش ضبابية وتراجعا لم يسبق أن شهدهما من قبل، حيث انعكست الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية على معظم مفاصله، فأصابت بعض هذه المفاصل بشلل تام. ففيما كانت الثقافة العراقية صورة حية للمشهد الثقافي العربي في العقود الماضية وصوته المعبر في أخطر المنعطفات، أصبح صوتها الآن مخنوقا ولا يسمع مع صراخ الخطاب الطائفي الذي يتعالى في العراق الجديد، إذ لم يكن المشهد الثقافي بمنأى عن المتغيرات البنيوية التي طالت نظام الحكم في العراق في العام 2003، وهو من سحب تاليا على المشهد الثقافي برمته ولو بشكل نسبي. فكانت العشوائية هي السمة البارزة لهذا المشهد في حقبة الغزو الأمريكي وما بعدها. المشهد الثقافي في العراق هو ما سنبحثه الليلة في طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي أبرز التحولات التي أحدثها الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي في المشهد الثقافي في العراق؟ وهل تأثرت الطبقة المثقفة العراقية بحالة الاستقطاب الطائفية التي برزت في البيئة السياسية العراقية بعد العام 2003؟ وهل المنتج الثقافي الحالي في العراق يعكس جوهر الهوية الكلية الوطنية والقيم المجتمعية المتعارف عليها؟ وما هو دور النخبة الثقافية العراقية والإرث الثقافي في التصدي للشحن الطائفي المجتمعي وإشاعة قيم التسامح الوطنية الجامعة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حارث عبود، ذكرى محمد نادر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي نبحث فيها المشهد الثقافي الحالي في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من عمان الدكتور حارث عبود، الإعلامي والأكاديمي العراقي، ومعنا من جنيف الإعلامية والروائية ذكرى محمد نادر. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. حياكم الله. لو بدأنا من عمان مع دكتور حارث عبود، دكتور، ما هي أبرز التحولات التي أحدثها الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي في المشهد الثقافي في العراق بعد 2003؟ شكرا جزيلا. يعني أنت تتحدث عن موضوع كبير جدا ويصعب الإلمام به بهذه العجالة، ولكن نعم، باختصار الثقافة السائدة الآن هي انعكاس للواقع المرير اللي نعيشه بالعراق. الأرقام تشير إلى يعني مدى الأذى الذي لحق بالعراقيين. يعني إذا نأخذ عدد المشردين اللي تجاوز 5 ملايين، ولا اليتامى اللي تجاوز 5 ملايين، ولا الأمية اللي تفشت، ولا السواد الجهل، ويعني هذه مفردات يواجهها المواطن يوميا. البطالة اللي ازدادت عن 30%، الأرامل اللي صاروا 2 مليون أو أكثر، هذه أرقام تتحدث عنها المنظمات الدولية. التراجع الكبير في الوضع الصحي والوضع الثقافي والوضع الاقتصادي، يعني 30% من الناس تحت خط الفقر، عودة كثير من الأمراض إلى يعني إلى الحياة العامة للناس. أي ثقافة نحن نتحدث عن أطفال لا يجدون مدارس الآن يهيمون في البراري. هذه الثقافة الآن تعكس هذه الوضعية، هذه الطبيعة، ثقافة تجزئة وتفكك وتناحر واحتراب مع الأسف. يعني المشهد الثقافي، التحول اللي حصل فيه هو من بوصلة واضحة المعالم تتجه لخدمة المواطن والوطن الواحد، إلى مجموعة بوصلات، مجموعة أجندات. المثقفون أو النخب المثقفة يعني انحسر دورها، إما تجد فرصتها في الدفاع عن هذا الحزب أو هذا التيار أو هذا المذهب أو هذا هاي المنطقة، كل ما يفكك، كل ما يجزئ.
كل ما يشتت المجتمع العراقي. وبالتالي الثقافة هي ثقافة يعني تشتت الآن، وهذا هو واقع مرير يعيشه المواطن يوميا، والثقافة هي انعكاس لهذا الواقع. نعم أستاذ ذكرى محمد نادر في جنيف، يتحدث دكتور حارث عبود أن الثقافة الآن أو المشهد هو انعكاس لما يعانيه العراق من انهيار طبعا على كل المستويات. يعني هذه التغيرات في المشهد الثقافي في العراق قسرية كانت، يعني وين كان ليس بالمعنى الحرفي لهذه المفردة أو المعنى المباشر، أم هي عن ربما قناعة أن المشهد الثقافي أو الطبقة الثقافية وجدت نفسها أيضا في خضم هذه الدوامة وهذا التيار الجارف، وما عاد باستطاعتها أن تجابها، لذلك ربما انساقت معه، أم عن قناعة أنه ثمة رأي وإيمان ربما عند البعض أنما الذي جرى في العراق هو تحول ديمقراطي وتجربة ديمقراطية جديرة بأن تسند وتدعم وأيضا يسوق لها وإن شابتها بعض السلبيات؟ هل هي قسرية أم قناعة؟ ولن دعني ألقي التحية عليك وعلى الأساتذة الأفاضل المشاركين في هذا الحوار، وشكرا على استضافتكم، وشكرا أيضا لتسليطكم الضوء على موضوع في غاية الأهمية، موضوع حقيقة قلما سلط الضوء عليه. أهلا وسهلا. بهذه المناسبة يعني خليني أفتتح الحوار بعبارة للمفكر والأديب والفيلسوف الفرنسي أندري مارلو، الذي تزعم وزارة الثقافة في الفترة التي أعقبت احتلال فرنسا وتحررها من النازية. لحظة تسلمه سدت رئاسة، خليني أسميها رئاسة الثقافة الفرنسية، قال عبارة رائعة، قال الآن أصبح عقل فرنسا بين يدي. من هنا نستطيع أن نحدد أهمية ومعنى الثقافة بالنسبة لأي بلد. نعم. ناهيك عن أن يكون بلد محتل. الاحتلال الأمريكي احتاج إلى أن يؤسس لفقه الاحتلال، أي بمعنى تسويق الاحتلال وتسويق فكرة احتلال العراق. لذلك أول ما بدأ ليس فقط بحل الجيش العراقي بقرار بريمر، وإنما أيضا بحل وزارة الإعلام، وذلك لتشتيت الهوية الثقافية وتحويلها إلى فتات. فالعمليات العسكرية أمريكا لم يكن قصدها الأساسي هو الاحتلال العسكري، وإنما احتلال الفكر المتمثل بإنتاج عراق جديد يناسب شروط مشروعها الاحتلالي. عراق لا ينتمي لماضيه الحضاري ومنفصل أيضا عن هويته العربية. ألو؟ نعم معك. معك نعم. معك. نعم. عراق مختلف تماما عما سبق وكان عليه، وقد تم لها ذلك من خلال السيطرة على أدواته المعرفية والثقافية لإحداث عملية انقلاب أخلاقي. نعم. ست ذكرى؟ ألو؟ نعم. تفضلي. تحول فيه المقاوم إلى إرهابي، وهذه عملية خطرة، أنه أنت تدافع عن وطنك تتحول من مقاوم للإحتلال إلى إرهابي، وهذه أيضا سوغت لهذه الفكرة. خليني أستوقفك في نقطة يعني جديرة بالاهتمام في قضية حل وزارة الثقافة، وأن الاحتلال أسس لفقه آخر أو لثقافة أخرى، ثقافة الاحتلال. هل الثقافة في السلطة كانت هي تعكس في كل المنتجات التي ربما من اختصاص ثقافة، مسرح، رواية، موسيقى وما إلى ذلك، هل كانت تعكس رؤية وأيديولوجية السلطة الحاكمة أم رؤية وقيم وثوابت المجتمع حتى يبكى عليها أن وزارة الثقافة تم حلها وأصابت الثقافة بمقتل؟ الثقافة والإعلام تقصد؟ نعم،
المشروع الثقافي سابقا كان ينتج مشروعا وطنيا لم يكن في عملنا الثقافي او الاعلامي سابقا اي اشاره باختلاف ديني او اختلاف مذهبي او اختلاف قومي. لم يكن في ثقافتنا اليوميه اي اشاره لمثل هذا النوع. لذلك كنا مجتمع إلى حد ما نستطيع أن نقول أنه مجتمع نظيف وخالي من الأمراض الطائفية السائدة اليوم. فبالتأكيد أنت حتى لو كنت ضد النظام السابق لا يمكن ولا بإمكان. وهل تعتقدين ست ذكرى بما أنه أنت أيضا من حقل الثقافة قصة وروائية، هل تعتقدين أن إشاعة الخطاب الطائفي الآن أو النهج الطائفي الموجود في العراق كان نتيجة عرضية لوضع معقد وشائك ومتداخل، أم هو خطاب ممنهج ومتعمد ومرعي من السلطة؟ أعتقد أنه خطاب ممنهج ومقصود أيضا من السلطة ومتبنى من السلطة. لذلك أنه تجد كل قنوات البث الإعلامي والأدوات الإعلامية الصحافة إذاعة وما شابه كلها تبث بطريقة الضخ الطائفي والفرقة العقائدية. فالمواطن أصبح حقيقة وعاء في استيعاب هذه الأفكار المريضة التي كانت غائبة بالحقيقة عن مجتمعنا العراقي. يعني لا يمكن أن ألوم المواطن بالنتيجة اللي وصل إلها بتغيير مفاهيمه بتغيير سلوكياته بتغيير أخلاقه، لأنه الضغط الإعلامي سبب الضغط الإعلامي المشبوه سبب أفكار مشبوهة هي اليوم التي تقود المنظومة الفكرية العامة. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. كما تحدثت الأستاذة أو السيدة ذكرى طبعا بن جنيف تتحدث أنه الخطاب الطائفي خطاب ممنهج يعني متعمد ترعاه السلطة. العراق وكل الوطن العربي كل دول يعني الدول العربية السلطة فيها الحزب الحاكم دائما ما يطبع المشهد الثقافي بأيدلوجيته برؤية السياسية. هذا الذي جرى في العراق أو الآن يجري في العراق، هل فعلا هذه السلطة حرصت على أن تطبع المشهد الثقافي بهذه الرؤية الأيدلوجية الطائفية يعني؟ ولماذا هذا التخوف من شيء جرى وفي العراق وفي معظم البلدان العربية؟ يعني التجربة ليست جديدة أن السلطة تسوق أو تطبع هذا المشهد الثقافي بأيدلوجيتها التي تحكم بغض النظر عن الحزب شنو أيدلوجيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد داني، أولا أرحب بضيوفك الروائية والمبدعة الأستاذة ذكرى محمد نادر والدكتور الإعلامي والأكاديمي الدكتور حارث عبود، وطبعا أخي وزميلي الدكتور عبد الحميد العاني. أريد أن أقول بداية أنه يعني عندما نتحدث عن سمات الثقافة الوطنية العراقية، هذه سمات يعني هناك سمات تاريخية استمدتها من أسباب اجتماعية كثيرة بمستويات معينة، ربما أتحدث عن بعض هذه المستويات. المستوى الأول أنه بسبب تعدد المكونات، مكونات المجتمع العراقي، مكونات يعني التشكيلة العراقية الاجتماعية النسيج العراقي، بسبب هذه تعددت مدارس الثقافة الفكرية والفقهية. هذا جعل الثقافة الوطنية العراقية ليست بلون واحد، عندما تكون بلون واحد مرفوضة ولا يمكن القبول بها، لأن هناك مدارس يعني فكرية وفقهية متعددة، هناك مدارس مذهبية متعددة. طيب بهذا الشكل كانت الثقافة العراقية تطرح نفسها. هذا رفض اللون الواحد في الثقافة الوطنية العراقية يعني جعل حتى جزء من عدم مبدعيها من مفكرين هذه الثقافة يرفضون الأدلجة إذا ما كانت بالشكل الذي لا يخدم الوطن. كل الثقافات التي يعني دفعت إلى العراق، الثقافة الوطنية العراقية التي من تأسيس الدولة العراقية، هكذا نتحدث يعني إذا كنا نتحدث عن العراق الحديث من عام 21 إلى 2003 قبل الاحتلال، لأن ما بعد الاحتلال يعني فترة فارقة جدا وشاذة وغير محسوبة. كل هذه الفترة كان النتاج نتاج وطني،
كان نتاج باتجاه دفع المواطن لمحبة بلده، لصيانة منجزاته، للإبداع، للخلق، لإنتاج شيء، حتى وان كان يتحرك ضمن ايديولوجيه السلطه، حتى لا يتصادم مع قيم المجتمع وثوابته. السلطات التي جاءت بغض النظر، هذا ليس دفاعا عن سلطه معينه، يعني من عام 21 الى 2003 بغض النظر ان تكون معها او ضدها، لا يمكن ان تؤشر عليها انها كانت سلطات تريد ان تجعل العراق رهينه للاخرين، ان تجعل العراق سوقا للاخرين، ان تجعل العراق مطيه للاخرين. ما حدث بعد 2003 يختلف عن هذا تماما. فلذلك كان حتى الايديولوجيات المطروحه، النبش في التاريخ والنبش في بالضبط يعني المخزون الطائفي او الديني او المذهبي والبحث عن المختلفات وليس المشتركات. بالضبط، نعم. هذا ما حدث. فبالتالي انت تاتي الى فتره من عام 2003 لحد الان هي فتره فوضى. فوضى في كل الاتجاهات السياسية، اجتماعية، اخلاقية، وجزء منها ثقافية. وهذه الفوضى الثقافية ايضا اللي موجودة بها سمات، ايضا سمات تركز على الطائفية، على الفرقة، على التشتت، تركز على الهوية الفرعية. دائما ما كانت تترك الهوية الجامعة، الهوية الأصلية، الراية الواحدة، كانت تدفع باتجاه الهويات الصغيرة. انت الهويات الصغيرة لا يمكن ان تخلق حتى حياة سياسية، يعني الهويات الطائفية لا يمكن أن تخلق حياة سياسية. دعني أقول، يعني مثلا لدينا الآن حسب إحصائيات آخر انتخابات العام 2014 ربما 500 حزب وهيئة، نعم، لكن هل لدينا حياة سياسية؟ لا يمكن أن تكون لدينا حياة سياسية، لأن الحياة السياسية تشترط أن هناك ثقافة وطنية، ثقافة جامعة، هوية واحدة جامعة، هناك توجهات هذه غير موجودة. الحقيقة الفكر الطائفي، الفكر التفتيتي، الفكر الانتقامي. دكتور، هل الحياة الثقافية الصحية والصحيحة مرتبطة دائما ببيئة سياسية صحيحة؟ أكيد. هذا بالتأكيد. أنت لديك يعني إدارة معينة، بغض النظر أن نسميها إدارة سياسية، إدارة معينة، هذه إذا لم تكن بها ضوابط معينة، فيها سمات معينة، فيها الضوابط التي يعني تضبط الحركة وتؤشر الأهداف بشكل دقيق جدا، والتحرك كل الوطن والمواطن جزء منه وهو أداته وهو وسيلته، إذا لا يتحركون بهذا الاتجاه بشكل سليم وواضح، فهناك خلل كبير في الفكر الذي يدير هذا الإدارة. لدينا الآن فكر مخرب. ما هو الفكر الذي يدير العراق الآن؟ فكر إقصائي، فكر تهميشي، فكر يسكنه القتل والانتقام والذهاب إلى مماحكات وقصص وروايات وكاذيب. نعم. من 1400 سنة يتحدثون عن خلافات من 1400 سنة ويعيدون ويريدون أن يجتروا من التاريخ قصص وهمية لكي يطبقونها. ألم يقف قيس الخزعلي مثلا ويقول أن الموصل ذاهبين إحنا لتحرير الموصل لقتل أحفاد من قتلوا الحسين أو, 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 أو يزيد بهذه الطريقة؟ وقبله المالك يتحدث عن خندقين حسين ومعركتين، هذه جزء من الثقافة، جزء من التكوين. نعم. كل الأنظمة التي يعني ربما الدكتور حارث تحدث عنها، كل الأنظمة التي من 2003 وما قبلها من تأسيس الدولة العراقية إلى 2003 كانت تسعى إلى خلق تعليم، إلى خلق صحة، إلى خلق خدمات، إلى تقديم هذه. يعني أقول لك في عام 2003 الاحتلال الأمريكي استهدف 2400 مدرسة بالحرق والنهب. نعم. استهدف 2600 مدرسة بالتدمير الكامل. فأنت عندما تجمع هذا العدد، أكثر من 5200 و 300 مدرسة أنت تخرجها من الوجود، هذا مما معناه أنت تزيل من الوجود فرص للثقافة، فرص لوجود رافد للثقافة، للتعليم، أسس الثقافة المتعلقة بتعليم صحيح وحقيقي. فعلا. نعم. وصلنا إلى الحالة اللي الآن لدينا 10 ملايين أمي الآن، ولدينا خراب ودمار ومدارس، و11 ألف مدرسة نحتاج، و6 آلاف مدرسة طينية. نعم. هذا كله جزء من والتسرب من المدارس في نسبة يعني ربما تقارب هذا كله جزء من الثقافة المفقودة. نعم. المستهدفة. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هل ثمة مشهد عراقي يمكن أن يوصف أنه مشهد عراقي مناهض مقاوم للغزو الأمريكي ومشروع السياسي يمكن أن يوصف أنه المشروع أو مشهد ثقافي ثالث،
لا الذي انساق مع السلطة كما تحدث دكتور رافع، ولا الذي التزم الحياد على أنه ليس طرفا في الصراع بين العراق، بين المجتمع مع السلطة. هل هناك فعلا مشهد ثقافي مقاوم مناهض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرد التحية لجميع الضيوف الأكارم ومن خلالك شاشتكم أيضا إلى جميع المشاهدين. وبلا شك مثل ما ذكر أشار الضيوف الأكارم، وبات مسلما أن الاحتلال لا يعتمد على صفحة واحدة أو يعتمد على السلاح. الصراع ليس صراع عسكري فقط، وإنما له أذرع أخرى، ومن أهم أذرعه الذي هي الثقافة لتأسيس المشروع اللي هو المشروع السياسي. فالمشروع السياسي هو صفحة أخرى من هذا الاحتلال. ولذلك ما شهده العراق هو ليس يعني ما أنت تساءلت عنه المشهد الثقافي الثالث، بل بالعكس هو المشهد الثقافي الثاني. لأن حالة الصراع بين مع الاحتلال هي الخندق الثاني، وهو المناهض لهذا الاحتلال ولكل مشاريعه. أما الذي التزم الحياد هذا هو ربما نقول عنه المشهد الثالث، الذي ارتضى أن يبقى بعيدا وينأى بنفسه عن هذا الصراع. المشهد الصراع، مشهد الثقافي الذي نتساءل عنه في العراق بدأ حتى قبل الاحتلال، لأنه أشارت أيضا الأستاذة ذكرى قبل قليل أن الاحتلال قد مهد لاحتلاله بممهدات ثقافية أيضا، ومنها أنه يحاول أن يبرر لغزوه للعراق ويحاول صناعة نفوس تستقبل هذا الغزو وتتقبله، وفعلا نجح في بعض الأوساط إلى حد ما يعني. ولذلك كان هنالك الكثير من القوى الوطنية العراقية حتى من خارج السلطة كانت هنالك قد بدأت مناهضتها لهذا المشروع. وأنا أذكر نحن في هيئة علماء المسلمين قبل أن تتأسس الهيئة، كان الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى حينما كان خارج العراق تأسست مجموعة من علماء العراق وأسسوا رابطة علماء العراق، علماء المسلمين في الخارج، وبدأنا مناهضة هذا المشروع من ذلك الحين قبيل الغزو. وبعد الغزو حينما تأسست هيئة علماء المسلمين والعديد من القوى المناهضة الأخرى للاحتلال، تبنينا في البداية أن نناهض هذا الاحتلال وهذه المشاريع بكل ما أمكننا من الوسائل المتاحة، ومن أهم هذه الوسائل التي هي الوسيلة الثقافية والإعلام. ولذلك كان من أهم الأسس التي اعتمدتها الهيئة، وهذا منصوص عليه في برنامجنا في النظام الداخلي وفي الأهداف التي أسست عليها الهيئة، هي مقاومة هذه المشاريع الثقافية الغازية ومحاولة صناعة وعي ثقافي لدى الشعب العراقي. جزء من أدوات المقاومة هو أيضا الأداة الثقافية أو المجال الثقافي. أهم ما عملنا به في الهيئة هو مساندة أيضا حق المقاومة وبيان مشروعيتها وصناعة الأهم من هذا. ولا نزال يعني منذ بداية الاحتلال إلى الآن لنزال نعمل على صناعة وتنمية الوعي عند الشارع العراقي من أجل الهوية الوطنية الجامعة. دكتور حارث عبود، في ضوء هذا الخطاب الطائفي المتعالي، الصراخ الطائفي الموجود الآن في العراق بفعل البيئة السياسية وخطابها السياسي والإعلامي، وتكريس خطاب طائفي أيضا تكريهي أو تعزيز خطاب الكراهية بصورة عامة، هل الطبقة المثقفة ما زالت لها القدرة على بث خطاب وطني متسامح بالضد من هذا الخطاب الطائفي؟ وهل من واجبها أصلا أن تتبنى أو تتحمل هذه المسؤولية الثقيلة؟ أن يكون من واجبها أو لا؟ نعم. نعم. يعني من مسؤولية المثقفين هو يعني أن تنير الطريق أمام الجماهير التي هي بحاجة إلى إنارة هذا الطريق. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم أن عدد من المحطات التلفزيونية تبنت يعني إنتاج مجموعة من البرامج التي من شأنها نشر الجهل والخزعبلات والدجل، يعني فتاح الفال واللي يقرأ البخت وإلى آخره من هذه البرامج. كيف تسمح المحطات التلفزيونية بظهور برامج من هذا النوع؟ أليس ذلك إشاعة للجهل اللي تحدث عنه بروكتر في كتابه صناعة الجهل؟
والأغرب دكتور حارث، والأغرب أن يشارك إعلاميون أو مسرحيون أو مخرجون يعني ذوي تاريخ عريق يسمحوا بهذا ويبثون مثل هذا الخطاب عبر قنواتهم أيضا. يعني سيد الفاضل أحد يعني بدون تسميات، نعم، إحدى المحطات استضيف مديرها وقالوا له البرنامج الفلاني، يعني كيف تسمحون أنتم هذا كله دجل وكله شعوذة وكذا؟ قال هذا صاحب البرنامج هو اللي يصرف على المحطة. نعم. إذا كانت مهمة المثقف أن يعني نعم. أن تستجلب المال من قبل من ناس يعني مشعوذين، فإحنا نساهم في إشاعة الجهل. والجهل الآن يعني إشاعة الجهل نظرية الآن بدأ يشتغل عليها الإعلام الغربي، وخصوصا عندما يكون هذا الجهل هو الجهل المقدس، هذه القضية تكون أخطر وأصعب. دكتور حارث اسمح لي، مضطر إذا سمحت لي أتحدث عن نعم. الجهل أو الجهل المقدس كما وصفته، لكن مضطرين أتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة ونكمل عن قضية الجهل المقدس. إذن فاصل ثم نعود لإكمال النقاش. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نبحث فيها في المشهد العراقي الحالي في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور حارث عبود وذكرى محمد نادر. دكتور حارث عبود، إكمالا لفكرة ممارسة التجهيل، عملية التجهيل للمجتمع والتجهيل المقدس، تفضل. شكرا جزيلا. نعم. يعني هي نظرية التجهيل قائمة على أساس أنه من قال أن وجهة النظر الفلانية هي صحيحة، وبالتالي يمكن أن يكون لهذه الوجهة النظر بديل أو نقيض. والنقائض إذا ما أردنا لها أن تتعايش ينبغي أن يكون هناك تسامح وليس احتراب. ولذلك نظرية التجهيل قامت على أساس التشكيك بكل ما هو يعني ثابت من ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية. نعم. يعني الكثير من الأوساط الآن عندما تتحدث أنت عن عراق واحد يستغرب، عندما تتحدث عن تعايش المذاهب أو تعايش الأديان والقوميات يستغرب، يقول لك هذا حق فلان والطرف الفلاني والعشيرة الفلانية والمذهب الفلاني. هذه يعني الروحية التي نتناقش بها بالسكاكين لا ينبغي أو لا يمكن لها أن تبني وطنا. ولذلك بالمقابل اللي زاد الأمر صعوبة ويعني عمقا هو أن النخب المثقفة لم تستطع أن تتجه بالاتجاه الصحيح كلها مرة واحدة، بحيث تستطيع أن تنقذ الموقف من ما يراد له من تجهيل. وجدنا النخب المثقفة هي أيضا تفككت وتشتتت. نعم. ويعني هذا حقق لي يعني للأعداء بغض النظر عن مناشئهم تحقيق يعني أهدافهم في العراق. نعم. الأستاذ ذكرى محمد نادر، الناس في العراق يعني باتت تشعر بالقرف والنفور إذا صح التعبير من كل شيء بسبب هذا الوضع الشاذ، إلا المنتج الثقافي الذي هو بصورة قصة مسرحية موسيقى وما إلى ذلك، لا زال ينظر إلى هذا المنتج الثقافي بتقدير باحترام، يذكر بالجمال، يذكر بالزمن الجميل أيضا، وأيضا هذا المنتج وأهله لا زالوا يعني محل ثقة فوق مستوى الشبهات والتشكيك. هل هذه عوامل مساعدة على تسويق أو بث خطاب وطني يذكر المجتمع بثوابته بقيمه الجميلة ويعيد له التوازن
الذي أصاب جراء هذا الزلزال، زلزال الاحتلال وما بعد الاحتلال، وثمة اضطراب مجتمعي لا ينكر. عزيزي أستاذ ماجد، خليني أسألك إنه هل هناك نية لإخراج المجتمع العراقي من النفق المظلم الذي يعيش به من حالة الغيبيات وغياب الأخلاقيات والفوضى السياسية والتخبط العشوائي بالحياة اليومية؟ ليس هناك نية مثل ليس هناك نية أو إرادة سياسية، لكن نتحدث عن الطبقة المثقفة، صناع الرأي العام في المجتمع. نعم، هل هناك، ألا تشعر أنه كثير من نسميهم نخبة أو طبقة مثقفة هي التي ساهمت بإرساء مثل هذا الوضع المزري داخل المجتمع العراقي؟ هناك أسماء كبيرة كنا نحترم منجزها الثقافي وجهدها الإبداعي، فإذا بها تتحول إلى أبواق طائفية تروج للقتل، تروج للترويع الآخر، تغيب العقل والفكر الإنساني وتحاضر بمسائل غيبية. الآن المشكلة أنه عندنا هذه الطبقة، هذه النخبة التي نسميها النخبة الثقافية، هي تساهم بشكل فعال بعملية تغييب المجتمع العراقي. فلا أدري حقيقة، لأكون منصفة بما أنه أنا خارج العراق وما عندي اطلاع كبير عن المنجز الإبداعي اليومي للمثقفين، ولا عندي أدنى فكرة عن مقدار تبني المواطن العادي للمنجز الثقافي، لكن ما أقرأه في المواقع، ما أقرأه إذا سمحتي أستاذة ذكرى، هل ثمة غرابة أن بعض الأصوات أو الأقلام أو المشتغلين في الحقل الثقافي والإبداعي أن يتحولون إلى أبواق للسلطة؟ هل حالة استثنائية لم تحدث في العراق، لم تحدث في غيره؟ يعني هذه القضية لماذا مستغربة؟ بالتأكيد مستغربة، لأنه هذه حالة مثيرة وهذه حالة غير مسبوقة بالعراق وليست لها جذور. لذلك يعني هو مستغرب أن تظهر مثل هذه الأصوات وتبث مثل هذه الأفكار المريضة والأفكار المشبوهة بوقت مأزوم. العراق الآن على حافة الهاوية، والعراق الآن بلا منقذ. هل هناك مشروع وطني ممكن أن يلتم تحت خيمة العراقيين؟ أكاد أقول أنه لا يكون، ليس هناك أي مشروع وطني. لكن هناك من يتحدث، لا سمحتي لي، يتحدث أن هناك مناخا من الحرية وحرية التعبير بعد خروج العراق من إطار أو الحرية التي توافق مزاج الحكومة والأحزاب وأحزاب السلطة والأحزاب الدينية ذات الوعاء الطائفي، وليست حرية النقد. ليست هناك حرية، خلونا ما نضحك على أنفسنا بهذا المجال، ليست هناك حرية سوى لأصحاب المشاريع الاحتلالية عندنا احتلالين، لا تنسى هناك احتلال أمريكي وضع أوتاده بالعراق واحتلال إيراني آخر يتغلغل بالفكر العراقي، بالبنية الاجتماعية العراقية. هذا أخطر من الاحتلال الأمريكي، أخطر بكثير. وهذا ما يعمل بحقيقة على دك أسافين بين أبناء المجتمع العراقي. والآن أنت ترى أنه عندك 6 مدن مدمر على الآخر، وعندك 4 ملايين مشرد، ولا هؤلاء لا تجد لهم أي معنى أو أي قيمة في الإعلام العراقي، لأنهم مجرد أرقام. ضحاياهم لا يعدون ضحايا، وإنما نتاج حرب لا أكثر ولا أقل، لأنه هذولا يعتبرون حاضنة إرهاب. عرفت شلون؟ نعم، يعني عندنا أزمة حقيقية. أشكرك، واضح. خلينا ننقل السؤال إلى دكتور رافع إذا سمحتي. دكتور رافع، نعم. الإبداع، شكرا، الإبداع دائما مرتبط بالحرية، بالحرية بكل مستوياتها، حرية شخصية، بحرية الإبداع، حرية الفكر. الآن بعد التحول الديمقراطي ثمة هامش كبير من الحرية، من الانفتاح، من حرية التعبير. لماذا ينكر أنه قضية الإبداع في العراق مشوه الآن وليس هناك إبداع بسبب التضييق؟ لا، هناك حرية، هناك حرية في التعبير، حرية إعلام، حرية يعني في أن تنتج حتى عمل إبداعي يهاجم السلطة، يناقض السلطة.
أولا أستاذ ماجد يتناقض معه عفوا. نعم هناك حرية، نعم حرية للفوضى وليس حرية بالمعنى الذي نفهمه من الحرية المنضبطة. المنضبطة نعم. حرية للفوضى هذه حقيقة، العراق تسود الفوضى. لكن أنا أريد أن نعود إلى قضية المنجز الإبداعي الذي تسأل عنه. نعم. أنا لا أحتاج أن أعرف ما هو شكل المنجز، يعني أعرف مفردات المنجز الإبداعي في العراق لأني أعرف أن المنجز الإبداعي في العراق أو في أي بلد يخرج من رحم الثقافة السائدة. ما هي الثقافة السائدة في العراق من عام 2003 لحد الآن؟ نعم. لدينا أكثر من ثقافة، لدينا ثقافات جديدة هجينة دخلت للعراق، ثقافة الهجرة، ثقافة التهجير، ثقافة النزوح، ثقافة الفساد. الفساد صار ثقافة الآن يثقفون عليه، ثقافة التزوير، ثقافة القتل، الاستهلاك. حتى في الجانب الاقتصادي الاستهلاك، تحول العراق إلى بلد مستورد، هذه كلها جزء من الثقافة. ثقافة التسرب من المدارس، ثقافة الانحلال، هذه كل جزء. ثقافة عدم الإيمان بالوطن، كله هذا جزء من الثقافة. طيب إذا هذا الرحم لهذه الثقافات المتعددة، هذا هو الرحم الحاضن، ما هو شكل المنجز الإبداعي الذي يخرج من هذا الرحم؟ بالتأكيد منجزا مشوها يحاكي هذه الثقافات ويعكسها بالتأكيد. ثقافة طائفية، ثقافة إقصاء، ثقافة قتل. لدينا كانت محاولات، وهي محاولات، يعني أنت تسألني الآن، ربما جرى الحديث أن العراق على حافة الهاوية. العراق ليس على حافة الهاوية، العراق في قعر الهاوية دكتور. يعني دائما نتحدث عن في قعر الهاوية الآن، ربما نتحدث عن يعني شكل العراق أو شكل المنجز الثقافي الذي نريد أن ينهض بالعراق. خليني أسألك في هذه النقطة للوقت ضيق، هل مسؤولية الثقافة أو مهمتها أنها تعكس قيم المجتمع الموجودة على أي حال، أم أن مهمتها هناك مسؤولية أخلاقية عليها وهي تشتغل في إطار الأدب والإبداع لتصويب وتقويم القيم المعوجة للمجتمع والشاذة؟ هي وظيفتها أن تصوب، أن تعدل، أن تحدد المسار، أن تدفع بالمسار الصحيح، هذه حقيقة. لكن وظيفة الثقافة الوطنية تختلف باختلاف الظروف التي تواجهها. يعني في أوقات المواجهة العسكرية مع محتل، مع غازي، مع مدمر لبلدك، الثقافة الوطنية تأخذ وظيفة الدفاع عن الوطن، ويعني الحث بهذا الاتجاه. وظيفتها تختلف في أوقات البناء، أوقات التنمية تختلف الوظيفة، لكن في كل الأحوال يعني أقول لك أنه السمة الأساسية للثقافة الوطنية هي رفضها للاستعمار، رفضها للاستعباد، رفضها للاحتلال. هي جاءت كبديل عن الثقافة الاستعمارية، يعني الثقافة الوطنية جاءت بديلا عن الثقافة الاستعمارية، جاءت موازي للثقافة الاستعمارية. لم تظهر هذا التعبير عن الثقافة الوطنية، هذه العبارة الثقافة الوطنية في البلاد العربية إلا كبديل عن الثقافة الاستعمارية السائدة التي كانت في ذلك الوقت. نعم. فهي بالتأكيد هي لديها يعني ترابط عضوي مع الجهاد، الكفاح، المقاومة بهذا الاتجاه. لذلك كانت لدينا احنا بعد 2003 ثقافة المقاومة، لكن انظر كيف رفضت ثقافة المقاومة، وكيف يعني جاءت على ذكرها السيدة ذكرى والأستاذ حارث والأستاذ الدكتور، كلهم جاءوا على ذكر أن المقاومة وسموها بالإرهاب. وهذا السؤال مهم جدا، أشكر دكتور. خلينا نسأل الدكتور حارث عبود. دكتور، يعني المسؤولية كبيرة ملقاة على الطبقة المثقفة الرافضة للوضع الشاذ في العراق، مشروع الغزو، المشروع السياسي المبني على ركائز طائفية، لكن أيضا هناك صعوبات وتحديات. هذه الطبقة عندما تتحدث، طبقة طبعا إعلامية ومثقفة، تتحدث عن سلبيات السلطة، مباشرة تتهم بالإرهاب، تلاحقها بأربعة إرهاب، أن هذا الخطاب الإعلامي، هذا المنتج الإبداعي إرهابي، هذا مرتبط بالخارج. فهذه أيضا مسؤولية كبيرة. كيف يمكن لهذه الطبقة التي ترفض الوضع الشاذ أن تمضي بمشروعها الإصلاحي أو التصويبي؟
سيدي الفاضل، إذا استعرضنا أسماء الكثير من الأدباء والمثقفين على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم، لم يوجهوا خطاباتهم دائما في زمن الاسترخاء الثقافي أو الاسترخاء السياسي. في كثير من الحالات المثقف يوجه رسائله في وضع استثنائي، في وضع يكون هو في مهدد، هو وعائلته وإلى آخره، لكن مع ذلك هو قادر على توصيل هذا الخطاب. لماذا ينضم بعض المثقفين، مع الإشارة إلى أنه عدد كبير ممن نعرفهم من زملائنا من المثقفين في داخل العراق وخارجه ما زالوا يحافظون على يعني قدر من المسؤولية ويحاولون أن يقوموا ببعض الخطوات لتقديم منجز ثقافي يؤكد على التسامح، على إشاعة خطاب التصالح، نبذ خطاب الثأر إلى آخره، وتتجه النخب الثقافية لإعلاء صوت الوحدة الوطنية، لإعلاء صوت العراق وليس الأصوات النشاز البديلة للهويات الفرعية. المثقف لا يوجه خطاباته دائما في زمن الاسترخاء، ولذلك المثقف المبدع قادر على أن يوصل الخطاب الذي يوحد الناس. أشكرك. الخطاب الذي يجعل الناس تفكر بشكل واعي وتستبصر الأشياء، يعني ليست بهذه المهمة الصعبة. أشكرك دكتور حارث عبد. نعم. أشكرك. وأعتذر من عندك لأن الوقت تقريبا ينتهي. شكرا دكتور حارث عبود. سيدة ذكرى، الكل يتحدث أن السلطة الموجودة الآن أو الأحزاب، أحزاب السلطة، عملت على تشويه الحياة الثقافية كجزء من حالة التشوه والتشويه التي أصابت الواقع العراقي جميعا، لكن هذا اتهام غريب. أليس الأجدى لهذه السلطة بدل أن تعمل على تشويه هذا المنتج الوسط الثقافي ومنتجاته المختلفة، بدل أن تشوهها فهي أفضل لها أن تستثمر لتسويق مشروعها وأيديولوجيتها ورؤيتها السياسية، لأنه بالنهاية الوسط الثقافي كما يعني أسفنا محل ثقة المجتمع، فأفضل أن تصل أيديولوجية السلطة عن طريق مسارات ثقافية بدل مسارات سياسية، لأنه الناس يعني تقليديا ترفض أو تشعر بالنفور من الخطاب السياسي. يعني دعني اولا اتساءل، اذا كنت تقصد انه السلطه الحاليه هل هي بحاجه للمثقف؟ نعم بالتاكيد. بالتاكيد هي بحاجه الى مثقف على مقاسه، على مقاس نعم، كما ترغب لترويج مشروعها المناسب لمشروع الاحتلالي. هي ليست بحاجه الى اصوات معارضة بطريقة البحث عن هوية وطن، بطريقة تطوير البنية الثقافية والأخلاقية والسلوكية والتنموية والمعرفية للمجتمع العراقي، لأن كل هذه الأدوات راح تشتغل ضد مشروعها، ضد بقائها، وبقاء هذه السلطة مرتبط بحالة المجتمع الغربية. فلذلك هي من مصلحتها أن تغيب الأصوات الوطنية. دعني هنا أستقبل حادثة خطرت على بالي، لكن باختصار لأن الوقت ضيق إذا سمحت سيدك. تفضلي. الحادثة التي هوجم بها الأستاذ الشاعر الكبير سعد يوسف لأنه انتقد التصرفات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات وحتى قطاعات من الجيش في الموصل أو في الأنبار في وقتها. سعد يوسف هجم بطريقة بشعة، بطريقة يوسف كل تاريخ الإبداعي، وهو قامة عراقية شعرية عربية وحتى تصل للعالمية. يعني أنت الآن كيف ممكن أنك كصوت وطني كيف ممكن أن توصل صوتك للناس بدون ما يكون لك دور داخل المجتمع من خلال الأدوات الإعلامية؟ شكرا للسيدة ذكرى محمد نادر الروائية والإعلامية العراقية. شكرا دكتور عبد الحميد العاني. بدقيقتين، إلى أي حد استطاعت الطبقة الثقافية المناهضة لمشروع الاحتلال والمشروع السياسي الحالي في تبيان خطورة هذا المشروع واستمراره وحث الناس أو تذكيرهم بما يجمعهم
بما هو مشترك بينهم. نعم، لكن لا بأس من التذكير، تذكير المشاهد بفارق الإمكانيات بين المعسكرين. نعم. معسكر القوى الوطنية التي تناهض هذه المشاريع، وبين القوى الطائفية والمشروع الطائفي وأحزاب السلطة، لأن أحزاب السلطة جميعا تسعى اليوم لترسيخ هذه المفاهيم المشوهة. هنالك فارق كبير. على سبيل المثال يعني نتكلم عن الفضائيات، كما يقال تقريبا قالوا قبل فترة 53 فضائية عراقية طائفية هي تبث هذه السموم الطائفية، بينما لا نجد مثل هذه الإمكانيات عند المعسكر الآخر. لكن القوى المناهضة للاحتلال بما لديها من إيمان وبما لديها يعني الحق تمتلكه من الحق، يكون ربما هنا فارق الميزان في هذه القضية. إلى أي حد أنت استطعت، يعني كل مشروع ثقافي يقال أنه يمر بمراحل، يعني يجب أن يبنيه على خطوات. أولى هذه المراحل اللي هي وصف الواقع، ثم تشخيص المشاكل، تشخيصها، ثم البدء بالعلاج. نحن إلى الأسف إلى الآن في كل هذه المراحل نواجه، كلما تخطينا مرحلة وصلنا إلى مرحلة أخرى نواجه مشاكل وعقبات في ذات هذه المراحل أو الدرجات الثلاثة. في كل مرحلة وفي كل حين هنالك من يحاول أن يشوه الحقائق، يشوه التشخيص لهذه المشاكل وأسبابها. يعني كثير الآن من البعض الذي هو ربما ينسب إلى المجال الثقافي إلى الآن يصف ما موجود في العراق بأنه حالة ديمقراطية وانتخابات نزيهة وإلى آخره على سبيل المثال. هنالك من يبرر لأحزاب السلطة اليوم وما تقوم به من أعمال ومن جرائم وغير ذلك تحت لافتة الإرهاب. فالمهم التشويه كبير، لكن العمل جاري، وهنالك الحمد لله هنالك أمل كبير. وكما ذكر الأساتذة هنالك لا يزال حتى داخل العراق من رموز ثقافية تسعى إلى ترسيخ المفاهيم الوطنية لدى أبناء الشعب العراقي. شكرا جزيلا. إذن في ختام هذه الحلقة التي بحثت في المشهد الثقافي العراقي لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، كان معنا عبر سكايب من عمان دكتور حارث عبود الأكاديمي والإعلامي العراقي، وكانت معنا من جنيف الروائية والإعلامية السيدة ذكرى محمد نادر. هذه الحلقة بحثت في المشهد العراقي، التحديات التي تواجه هذا المشهد في حقبة الاحتلال الأمريكي. فاصل لنستمع إلى ما سيمده ويرفضنا به دكتور رافع الفلاحي من خلاصة للنقاش الذي جرى في هذه الحلقة. إذن دكتور، المشهد الثقافي، الواقع الثقافي جزء من حالة التشوه التي أصابت المشهد أو الواقع العراقي عموما بعد 2003 بفعل زلزال الغزو وبفعل هذا المشروع السياسي المرتكز إلى ركائز يعني طائفية، وبالتالي فإن حاضر هذا الواقع أيضا صعبة، وهناك مسؤولية ملقاة على الطبقة الثقافية العراقية التي رفضت الانسياق وراء مشروع الاحتلال. الوضع ليس بالسهولة. نعم بالتأكيد. أريد أن أقول أنه يعني أي بلد يتعرض إلى احتلال مثل ما تعرض إليه العراق يعرف من البداية أن هدف الاحتلال يعني يتمثل بغايتين أساسيتين. أولا صرف أبناء البلد، صرف الشعب المستعمر عن ماضيه وحضارته، والنقطة الثانية فصل الشعب عن حاضره، قفل الحاضر على الشعب بإسقاط كيانه المادي والمعنوي، وهذا ما حصل في العراق. الاستعمار ليس مشروعا عسكريا وسياسيا واقتصاديا فقط، هو مشروع ثقافي، مشروع احتلال ثقافي. وهذه النسخة الأخطر، وهذه هي النسخة الأخطر، وهذا ما واجهناه في العراق من عام 2003 لحد الآن. ولديه أدوات محلية، مع الأسف الشديد لديه أدوات محلية يستعين بها لتحول العراق كله، لتحول البلد إلى مطية،
إلى أداة يستخدمها الاستعمار متى أراد، وتطبيع هذه الحالة الشاذة كأنها هي الطبيعية. نعم، وهي المقبولة. نعم، هي المقبولة، وهي ومع مرور السنين، مع السلخ، مع هذه الحادلة التي تطحن الناس، مع التهجير، مع الطائفية، مع التخريب، مع التدمير، يريدون ترسيخها. نعم. يبقى أنه الثقافة الوطنية لا يمكن أن تعبر عن نفسها، تعبر عن شكلها الحقيقي، إلا بالوقوف ضد الاستعمار، ضد الاستبداد، ضد كل أشكال الرذيلة والخراب والدمار. هذا ما نأمله من الثقافة الوطنية العراقية، ليست مؤدلجة، ليست تابعة لحزب معين، ليست تابعة لنظام معين، لكنها تابعة لكل العراقيين، ترفع شأن العراق. وهذه مسؤولية كبيرة كالجبال ملقاة. نعم. على ضعف الإمكانيات وإمكانيات الطرف الآخر. يبقى العراق بلا عقل وبلا وجدان إن لم ترتقي ثقافة. الثقافة هي أساس العقل وهي أساس الوجدان، هي التي ترفع الاثنين. شكرا دكتور، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.